صباح الخير عليكم واهلا بحضراتكم معانا مره تانية، وده اول حوار لينا في هذا الصباح. اليوم هنتكلم على معرض مصر للطيران والفضاء في نسخته الاولى واللي اقيم في العالمين وانتهى امس. طبعا مصر عندها وكاله فضاء قديمه وعندها خبرات في عالم الطيران، يمكن من اوائل الدول في الشرق الاوسط او من تاني او تالت الدول في العالم اللي عندها طيران فعلا. يمكن اللي حضر المعرض وشاف عرض تاريخ الطيران، احنا عندنا طيران قديم جدا، تكنولوجيا الطيران اتغيرت وتطورت بشكل كبير ودخل عليها تكنولوجيا الفضاء. هذا المعرض له اهميات كتيره، منها اهميه سياحيه عشان اقيم ايضا في العالمين الجديده، له اهميه على الصعيد التكنولوجي، له اهميه اقتصاديه كبيره جدا في الدخول لعالم جديد من التكنولوجيات. هنعرف أكثر عن هذا الموضوع، هيكون معايا في هذا الحوار الخبير السياحي الأستاذ محمد الصياد. صباح الخير. صباح الخير وعلى أسرة البرنامج وعلى الشعب المصري كله. لما أتكلم عن أهمية، خليني أتكلم على المؤتمرات وسياحة المؤتمرات. هي سياحة ليست جديدة ولكنها أصبحت مهمة على مستوى العالم، شفناها في شرم الشيخ وشفناها. لما نبدأ في هذه السياحة في منطقة جديدة في العالمين، إيه فايدة حاجة زي كده؟ فعليا النهاردة يعني المؤتمر ده فيه 100 دولة وفيه 300 شركة عالمية مشاركة. نعم. النهاردة دي تسويق لمصر للسياحة من خلال المؤتمر ده. النهاردة العالم كله بيبص لمصر، بيبص المؤتمر ده هيبقى فيه ايه الانجازات اللي اتعرض فيه، ايه الدول اللي هي ساهمت فيه، تعتبر اكبر دول ساهمت معانا النهارده، وفي النهارده 300 شركه عملنا دمج مع الشركات دي. العالم النهارده بيبص للدول اللي هي فيها اقتصاد، فيها مشاريع كبيره، فيها مهرجانات، فيها معارض دوليه ما اتعملتش في المنطقه من يجي 50 سنه. النهارده مصر ضمت النهارده اكبر شركه، كان بيشارك امريكا واوروبا والصين ودول كتير. النهارده احنا بناخد خبره من كل الشركات بتاعتنا، بنعمل دمج مع الشركات الدوله دي، بناخد خبره، بناخد اتفاقيات، نبتدي يبقى عندنا اماكن قويه، اماكن يعني ايه نقدر نصمم بها طيران، ونبتدي نعمل مشاريع ونروج للسياحه داخل مصر من خلال المؤتمر ده. من النهارده عندك 100 دوله، انا النهارده خدت يعني حدث عالمي، 100 دولة النهاردة كانت مشاركة عندي و300 شركة. لو كل دولة جاء منها 5 أو 10 أفراد في الوفد بتاعها، يعني احنا بنتكلم في 5000 وفد، يعني 5000 واحد، أو بنتكلم في أكتر من كده. كل واحد لو رجع قال هو شاف إيه في مصر وشاف إيه في العالمين الجديدة، فاحنا عندنا زي ما بنقول كده 5000 سفير. لا، وفي نقطة كمان، أنا النهاردة العالم كله شافني، يعني النهاردة يعني كل المنصات وكل الوكالات العالمية النهاردة ابتدت تبص على مصر بشكل كويس، في تكنولوجيا، في تطور في المشاريع، والحمد لله الحمد لله. يعني الدولة عندنا لها رؤية جميلة قوي قوي، ابتدينا نعمل هيكلة للدولة المصرية في مجال السياحة والآثار والطرق والمشاريع القومية عشان نقدر نروج للسياحة بشكل كويس. ومصر النهاردة ابتدت تعمل منصة كويسة قوي للتأشيرات. النهاردة مصر بقت تدي التأشيرة بقى 5 سنين، وفي تأشيرة عند الوصول، وفي تأشيرة لمدة ترانزيت 96 ساعة. ابتدينا نتطور زي الدول العظمى والدول الكبيرة، عشان مصر من 20 دولة المستهدفة دلوقتي للسياحة، وعندنا الحمد لله 2023 دخل مصر 15 مليون سائح. ومصر مع القياده الرشيده ابتدت هيكله الطرق عندنا دي جميله قوي قوي قوي، وابتدينا القطر الكهربائي السريع والمترو المعلق، دي بيعمل تكنولوجيا كويس قوي. ابتدينا نستهدف السائح، نقول له تعالى عندنا سياحه رخيصه، عندنا طرق جميله تقدر تتنقل، مطارات في كل حته. ابتدى السائح يجي مصر عشان مصر مناخها جميل جدا، شتاء او صيف، شعب حنون، مشاريع قوميه زي المتحف الجديد النهارده، يعني هنقول بيخشوا 15,000 سائح كل يوم. مصر من الدول اللي هي على مستوى العالم في مجال السياحة، يعني احنا عندنا 30 أثار العالم، وعندنا حضارة مش موجودة في أي دولة، عندنا حضارة 4000 سنة. ليه ما نبقاش رقم واحد على مستوى العالم؟ في دول كتير على مستوى العالم ما عندهاش ربع الحضارة اللي عندنا، احنا من أقدم دول، عندنا حضارة، عندنا شعب جميل، عندنا تنوع سياحي كبير جدا وممكن نربطه ببعضه. خلينا نتكلم على العالمين الجديده، يمكن دي مدينه جديده، واللي يعرف منطقه العالمين الجديده
كان لازم يعرف ان هذه المنطقة كانت حقل ألغام، كانت منطقة موت، كان حتى العرب البدو اللي عايشين هناك ما يقدروش يقربوا منها، لأن كان يمكن من أكبر صحاري الألغام في العالم اللي مليانة ألغام، وكانت منطقة موت كبيرة جدا. بعد تنظيفها وبعد تحويلها وتحويلها إلى مركز سياحي ومركز ثقافي، ويبقى عندنا سياحة مؤتمرات، يبقى زي ما شرم الشيخ عندنا على البحر الأحمر عندنا على البحر الأبيض، فكرة وضع مقاصد سياحية جديدة ويعني الترويج بشكل كبير لهذه المقاصد زي العالمين الجديدة. لازم مصر ابتدت من بعد يعني من فترة قريبة ابتدت تدي لكل البحث الدبلوماسية تبتدي تروج للعالمين الجديدة والعاصمة الإدارية عشان نقدر نوصل للسائح ايه المشاريع الجديدة داخل مصر وايه الاماكن اللي احنا نقدر نعملها. السائح النهارده يقدر يستهدف مصر عشان عندنا سياحه دينيه، سياحه ثقافيه، سياحه علاجيه، سفاري. يعني مصر دلوقتي بيستهدف السائح. انت عاوز تعمل ايه في مصر؟ ابتدينا يعني بعد كل المشاهير نبتدي نروج من خلال المشاهير، من خلال المنصات نبتدي نعمل فيديوهات قصيره، نبتدي نقول العالمين فيها ايه، تعال هتشوف ايه، هتعمل ايه هنا. فكرة ربط أنواع السياحة، يمكن العالمين سياحة شاطئية، ولو دخلنا شوية أعتقد المناطق اللي بعديها وكمان لغاية الفرافرة ولغاية الواحات فيها سياحة استشفائية، ما نقدرش نقول عليها علاجية لأن احنا المسمى نفسه بدأ يتغير شوية، وفي المناطق دي في برضو مناطق أثار. يعني فكرة ربط أنواع السياحة المختلفة ببعضها البعض. احنا ابتدينا نربط كل المحافظات ببعضها. يبقى يعني بنعمل برنامج النهارده للسائح. انت عاوز تنزل الغردقه، شرم الشيخ، ماشي، الاقصر، اسوان، اسكندريه، دهب. الحمد لله مصر عندها اماكن مش موجوده في اي حته. كل محافظه في مصر لها طابع جميل قوي في السياحه. حتى النيل يعني احنا ابتدينا نروج زي الدول العظمى من المشاهير، ومصر ابتدت تعمل مؤتمرات، معارض، وابتدت تعزم بعض الناس المؤثرين على مستوى العالم يجوا مصر ويعملوا فيديوهات ويقولوا مصر فيها شعب حنون، بلد فيها امن وامان. السائح النهارده عشان يسافر مصر بيخش يعرف مصر فيها امن، فيها امان، فيها استقرار، فيها هيكله للطب، للعلم، للدراسه، للطرق، للمطارات، تقدر تتنقل داخل مصر وانت مستريح. دوله رخيصه، الدوله ابتدت تدعم السياحه يعني بملايين. ابتدينا نعمل طفرة في مجال السياحة عشان نستهدف السياحة. ابتدينا ان هيكل كل الفنادق وزارة السياحة يعني عليها عامل كبير قوي، ابتدت تودي بعض الفنيين والكوادر يتدربوا بره عشان نطلع بشكل كويس قدام العالم كله ونقول مصر رقم واحد في العالم. اصل النهارده الدخل ده ما بيقعدش للدوله بس، بيقعد عليا وعليك وعلى مجال السياحه. صحيح. المجال فيه ناس كتير شغاله قوي قوي، في ناس شركات صغيره، في بعض الفنيين، في بعض الحرفيين بتروض للدوله وبتضخ للدوله عمله صعبه. انا بستفيد منها وانت بستفيد منها، وفي الاخر احنا عاوزين نطلع بشكل كويس قدام العالم. احنا دوله عندنا حضاره 4000 سنه مش موجوده، عندنا 30 اثار العالم. يعني الحمد لله وربنا يعني جعلنا شعب حنون، شعب عنده حضاره، والدوله النهارده ابتدت تعمل مشاريع في الريف المصري وتطور الريف المصري وتعمل توعيه للشعب. يعني السياحه ايه، تروج النهارده لدولتك ايه، يبقى انت سفير دولتك داخل مصر. اي سائح يجي مصر النهارده لازما الشخص النهارده يقدر يتعامل مع السائح بشكل حرفي عشان السائح يقدر يطلع يقول مصر فيها امان، فيها اماكن سياحيه، يجي مره واثنين وثلاثه. يعني مصر يعني احنا عاوزين 2025 يبقى مصر فيها 30,000 سائح. عاوزين نوصل مصر 30 مليون 30 مليون سائح. لما اجي اسالك على سياحه المؤتمرات، سياحه المؤتمرات جديده ويمكن دول كبيره مشهوره بيها، في مدن كبيره مشهوره فيها وما عندهاش الامكانيات اللي عندنا، احنا نقدر نستفيد ازاي من سياحه المؤتمرات؟ دلوقتي احنا بنروج لكل الدول اللي هي بتيجي النهارده في المؤتمرات، بنبتدي من خلالها نروج للسياحه، نبتدي نعمل لهم فيديوهات، نعمل لهم برامج سياحيه، ينزلوا يشوفوا مصر. يعني في ناس كتير تسمع عن مصر بس ما تعرفش الاماكن السياحيه اللي في مصر. مصر يعني بتحتوي من اثار، احنا المعارض دي احنا بنكسب منها، بناخد دول نعمل
نداوي كبيره لبعض الباحث دي. النهارده بيروح النهارده بيتكلم في تصوير، في محطات بتيجي تبص، في ناس قاعده بتشوف، والشركات العالميه بتبص لمصر من عطل المؤتمرات دي، التطور اللي فيه يعني بيخش كام مليون سياح في السنه، ايه المشاريع الجديده اللي هي داخل مصر، ايه المشاريع القوميه، ايه امان مصر، فين الصحه اللي في مصر. مصر الحمد لله عملت هيكله لكل المنشات الحكوميه داخل مصر. نعم. سياحه المؤتمرات برضو بتعمل حاله مختلفه يمكن عن السياحه العاديه، لان بيبقى فيها ناس متخصصين جدا في مجالات مختلفة. ولما بنتكلم على قطاع الطيران وقطاع التكنولوجيا، احنا بنتكلم على ناس من بداية التسويق لغاية خبراء الطيران، وبتعمل نوع من انواع التشابك، علاقات عامة تكون غاية في الأهمية. فكرة ان انت يبقى عندك، يعني طبعا هما بيجوش يقعدوا طول اليوم في المؤتمر، المؤتمر بينتهي مثلا لو قلنا الساعة 8 بيبقى عندهم وقت قبل المؤتمر وبعد المؤتمر، تقدر توديهم أماكن تانية، بيقعدوا يومين قبليها، بيقعدوا يومين بعديها. منتجات الطيران يمكن كمان من المنتجات الجاذبة للزوار، عشان كده فكرة تنظيم مؤتمر متخصص قوي في فكرة الطيران والفضاء، اللي ناس كتيرة ممكن تعتبر ان ده يعني مش هيجذب حد، بس احنا شفنا الجذب السياحي كان عامل ازاي. النهاردة في 100 دولة مشاركة عندنا و300 شركة عالمية. النهاردة انا باخد خبرة مش موجودة في اي حتة. عند النهاردة في 300 شركة بعمل دمج بين الشركات المصرية والشركات الدولية، باخد خبرة، باخد شهرة عالمية، ببتدي اطور المطران بتاعي، ابتدي اعرض المنتجات بتاعتي، ابتدي اطلع بشكل كويس قدام العالم كله بكل الشركات المصريه. يعني ازاي؟ بجذب النهارده عندي 100 دوله، انا بعمل ترويج للسياحه من خلال 100 دوله من مؤتمر و300 شركه عالميه. الشركات دي هنقول اي شركه عالميه لها كام عميل على مستوى العالم؟ مليارات. انا خدت مليارات كده من الناس اللي هم على مستوى العالم شافوا مصر. دي لوحده ترويج، يعني انا خدت ترويج كبير قوي 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 من غير ما اتعب فيه. صحيح. قطاع السياحه قطاع اقتصادي مهم جدا، ويمكن من القطاعات القليله اللي بيلمس مع قطاعات تانية. يعني هو بيعتمد على قطاع الأغذية، وبيعتمد على قطاع النقل، وبيعتمد على قطاعات، وبيربط قطاعات كتيرة في بعض. الاستثمارات الجديدة، ويمكن الدولة يعني بتتوجه لاستثمارات القطاع الخاص، ويمكن فعلا قطاع السياحة من القطاعات اللي بتعمل أساسا على استثمارات القطاع الخاص، سواء فنادق خاصة، سواء كل القطاعات بقى. أهمية قطاع السياحة و تطويره وجذب الاستثمارات ليه، خاصة في الفترة اللي احنا فيها النهاردة. يعني 2024 دخل 15 مليون سايح. ال 15 مليون سايح دول عملوا ايه في مصر؟ دخلوا فنادق، اتنقلوا بالمحافظات، ابتدوا يعملوا ترويج للدولة المصرية، ابتدى في كام مليون شغال النهاردة، ابتدى مصر تطلع بشكل كويس أوي. المستفيد النهاردة لما زيد عندي، يعني من الدول اللي هي من أول 20 دولة مستهدفة على مستوى العالم في السياحة مصر. مصر دلوقتي ابتدت أمريكا، إنجلترا، الصين، الهند، ابتدوا ينجذبوا للسياحة في مصر. وده مش من فراغ، ده بقى دي من هنقول إيه مثلا، إيه من المشاريع القومية اللي هي داخل البلد، والطرق الجميلة، والتنقلات اللي هي مصر عملتها، والهيكلة اللي الدولة قامت بيها داخل الدولة، المطارات، توسيع المطارات، ماشي، القطر الكهربائي، المترو المعلق، كل دي النهاردة السائح بيبقى جاي عاوز يخش مصر. هيتنقل ازاي؟ هيصرف ايه؟ والدولة النهاردة دعمت مجال السياح في الطيران، ارخص تذاكر طيران مصر عندنا، ابتدت توسع في المطارات، ابتدت تعمل هيكله للفنادق، ابتدت تعمل دعم لشركات السياحه عشان تبتدي تشتغل ببرنامج سياحة رخيص تجذب السياح داخل مصر. ما كل ده عبء كبير على الدوله، والدوله قامت بها كبيره في الفتره اللي فاتت دي. مصر يعني احنا الحمد لله احنا عدينا 50 سنه بالتطور دي، بالطرق الجديده دي. الحمد لله احنا كنا مصنفين على مستوى العالم من متانه الطرق 118، السنه دي بقينا 18. يعني عدينا 100
100 يعني اقول يعني اقول لك ايه هقول لك مركز 100 مركز مره واحده دي لوحدها يعني حاجه انا بفتخر بيها النهارده بالطور. النهارده الشخص النهارده يتنقل بكل يعني وهو مستريح يقدر يروح شرم الشيخ طيران داخلي، طرق جميله جدا الحمد لله، ما فيش زحمه، في امان، في كل حاجه، في استقرار، دوله فيها كل المميزات اللي هي تجذب السائح داخل مصر، شعب حنون، شعب محترم، من احسن شعوب العالم الشعب المصري، شعب مضياف، شعب المضيافه فعلا، شعب مضياف ما عندوش اي حاجه، ما عندوش يعني ما عندوش ايه يعني هنقول ايه بقى. بس احنا محتاجين برضو استاذ محمد نعيد ثقافه التعامل مع السياح من بدايه التاكسي اللي بيستقبله في المطار او من الموظف اللي بيستقبله في المطار لغايه الموظف اللي بيودعه تاني يقول له مع السلامه، لان الابتسامه ودي من اساسيات طبعا السياحه. يعني انا كنت بتكلم مع ناس يعني هنقول مع بعض مشهير، كنت عاوز اعمل حاجه للدوله، قلت مصر لها دين عنده كل واحد شعب علمته او طلع من هنا او اتشهر، كنت عاوز اعمل حاجه اسمه فيديو ترحيبي من كل مشاهير مصر، من كل فنانين، من كل المطربين، من كل الدكاتره، من كل السفراء، نعمل فيديو يعني نقول ترحيبي نبتدي نروج به. مصر فيها ناس كتير قوي مشاهير، ولازما نعمل فيديو ترحيبي ده نخليه في المطار ونحطه على المنصات يرحب مصر زي الدول العظمى اللي كل الناس لكل مشاهير اللي موجوده فيها بتعمل فيديو ترحيبي بالدوله ويبتدي يروج لدولته. دي حق الدوله عليه. انا عاوز النهارده مصر تبقى رقم واحد في السياحه زي دول كتير. في دول كتير ما عندهاش ربع امكانيات اللي في مصر، وابتدى المشاهير ابتدوا يروضوا. عاوزين نشتغل على ده ونبتدي نعمل توعيه للشعب المصري. انت كده دخلتنا في الاساليب التطوير، اساليب الدعايه والاعلان. خلينا نكلمك عن التحول الرقمي واهميته في قطاع زي قطاع السياحه. ماشي. النهارده مصر ابتدت تخش على المنصات تعمل المنشآت السياحيه افلام قصيره تبتدي ترفعها على كل المنصات. ليه بقى؟ نستهدف الشخص اللي هو عاوز يجي مصر من خلال بيته. ما النهارده بقى اي شخص النهارده عاوز يجي مصر بيعمل ليرش، هو عاوز يشوف مصر فيها ايه، هيزور ايه، يبتدي يعمل. والنهارده الحمد لله مصر حط كل الاسعار، يعني النهارده بقى هو جاي مصر عارف هو هيصرف ايه، هيعمل ايه، هيتنقل ازاي. كل ده تكنولوجيا كويسه قوي في مصر دي لوحدها. مصر ابتدت تدعم السياحه. بص من دول كتير انت اكيد سافرت وشفت الدول، السياحه بره مكلفه قد ايه لاي حد ينزل بره. مصر النهارده دوله يعني هنقول ارخص سياحه على مستوى العالم، واماكن سياحيه مش موجوده. يعني السياحه اللي بيخش مصر بيجوله ذهول من السياحه ومن الاثار، بيجوله يعني من التنوع السياحي الموجود عندنا. كل صحيح حاجه موجوده. صحيح. كل بص كل انواع السياحه موجوده، وعندنا تلتين اثار العالم. يعني النهارده لو حش الاقصر اسوان هتشوف متاحف هيجوله زول. بيجي مصر مره ومرتين وتلات. انا اعرف ناس بيجوا مصر كل سنه مرتين ما يقدرش. بص مصر دوله جميله جدا، الجو بتاعها جو اقول ايه، جو في حنان، في امن، في امان. صحيح. مش موجوده في اي حته من العالم. أنا بشكرك أستاذ محمد الصياد الخبير السياحي، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة وعلى هذه المشاركة وحوارك. مشاهدينا الكرام، ده كان حوارنا الأول، أكيد عندنا حوار تاني مع الزميلة علاء حامد بعد قليل. ابقوا معنا على النيل الأخبار.